بسم الله ده مبدئيا يعني فاهم، هي منظر كده بس شبه بتاعه ابل. اول ما تفتح هتلاقي الاثنين مكتوب عليهم ديزايند باي ابل ان كاليفورنيا، بس طبعا دي في كاليفورنيا دي من كاليفورنيا انما دي من كاليفورنيا. انا حرفيا اشتريت كل منتجات ابل ب $230 مثلا. شوف انت عايز ايه مثلا، نفسك في ايربودز، فانا عايز اقول لك الايربودز برو موجوده جوه الباكج دي، هنفتحها مع بعض دلوقتي ونشوف هتبقى عامله ازاي. نفسك في ساعه من ابل، فالشيء ده جواه 3 ساعات من ابل. وعلى فكره في جيف اواي في فيديو النهارده على ساعه من دول، ففي حد فيكم هيكسب الساعه دي. واخيرا اللي عايز ايفون 13 برو ماكس ولا 14 برو ماكس فبرضه معانا. فخلينا الفيديو النهارده سريعا كده نستعرض المنتجات دي مع بعض دلوقتي ونقيمهم مع بعض، هل هي تستاهل ولا مش تستاهل. خلينا نبدا كده سريعا بالباكج الكبيره اللي فيها 3 ساعات السمارت. بسم الله. الباكج ده وصل بقاله كتير قوي وانا الصراحه ما فتحتوش وقلت مش هفتحه غير قدامكم، فخلينا نشوف مع بعض الساعه دي عامله ازاي، لان هي المفروض انها النسخه تبقى الاصل من الايه، من الواتش الترا بتاعت ابل. استنى تقريبا كده ايه قطعت سنه منها. سلام، ادي الثلاث ساعات يا معلم، هم دول الثلاث ساعات ومن شركه اسمها دي تي نمبر 1. هسيب لكم لينك شركه كل المنتجات دي موجود تحت الديسكربشن دلوقتي حالا لو عايزين تشتروا اي منتج من المنتجات دي. خلينا سريعا كده نستعرض ونفتح واحده من دول. هنبدا باللي قطعناها دي ونشوف هل هي تستاهل ولا ما تستاهلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بتفتح العلبه بتلاقي عندك كتيب تعليمات كده عادي قشطه، عندك سترابس مختلفه، ده قماش كده وملمسه على فكره جامد فشخ يعني تقريبا زي الاوريجينال، وكمان عندك كفر للساعه سيليكون كده، واخيرا عندك الاستراب البرتقالي المعروف جدا طبعا الساعه الالترا الجديده بتاعت ابل، والشاحن يا معلم هو يو اس بي اي طبعا من هنا كده بيتركب في الساعه. هي دي الساعه. بص بقى الساعه عامله ازاي يا معلم، خلينا نطلعها كده من البتاع اللي جوه ده. سلام جماعه، البادي بتاعها يعني عايز اقول لك يا نهار ابيض، واسمع صوت كده. لا يا جماعه كل حاجه فيها بريميوم بطريقه غريبه، يعني البادي بتاعها اصلا من المعدن وملمس كده حاجه فاهم تحسها غاليه فشخ. تعال نركب الاسترابس. طيب ادي الاولاني، وزي الاوريجينال لازم تضغط على الزرار هنا كده عشان تطلعها. نقلع بقى الساعه بتاعتنا دي، عندي اوريجينال بس قشطه نقلعها ونلبس الالترا الجديده. طب والله يا جدعان شغل فاخر. هو اي نعم انا حاسس ان الاستراب لون البرتقالي بتاعه تحسه فاتح زياده عن اللزوم، يعني ده مش الاوريجينال بتاع ابل، ولكن على فكره ملمسه بريميوم جدا، يعني المواد المستخدمه فيها خطيره الصراحه. تحبوا معايا بالالترا الجديده بتاعتي يا شباب؟ بعد صباح الفل كده. الترا بكام بقى سعرها يا معلم؟ $25 تقريبا، $29 حاجه في الرينج ده، سعرها اقل من عشر السعر بتاع ابل الاوريجينال يعني. على فكره حجمها كبير نفس الالترا الجديده بالظبط. هنروح نحطها على الشاحن بقى فاهم، ونسيبها تشحن كده ونجي لها تاني كده برده احنا في الفيديو. انا مجرد ما حطيتها على الشاحن لقيتها نورت واشتغلت يعني. اوه خطيره، الوان الشاشه رهيبه اصلا، وبص التاتش عامل ازاي وبتاع. المفروض بقى انها بتقيس نبضات قلبك والاكسجين بقى وكام نبض في مش عارف ايه والكلام ده كله، يعني المنيو اي كلام يعني، بس قشطه شغاله برده. فيها كل المودز بتاعت السبورتس برده، يعني برده لو بتلعب مثلا سباحه، بتلعب باسكت، بتلعب اي حاجه، بس خطيره والله يا جدعان. لا وعاجبني استغلال مساحه الشاشه نفسها بتاعت الساعه، الحواف مش كبيره، بس طبعا التاتش بتاعها بطيء يعني اكيد مش هيبقى زي الاوريجينال يعني، والا ما كانت في فرق لازم. بصراحه انا شايف انها يعني ما تفرقش اي حاجه عن ساعه ابل، غير انها من جوه مش ابل، تقدرش تعتمد عليها طبعا برده في مكالماتك قوي الجوده، مع ان على فكره فيها مايكروفونات وسبيكرز وبتاع، ولكن يعني ايه ممكن تكون منظر قوي لحد ما. بص برضو السنسورز وبتاع بتنور تحت ايه. استنى كده انا هلبسها وهنكمل بيها الفيديو. ده الابلكيشن اسمه وير برو، ممكن تحمله على الاندرويد او على الاي او اس عندك، وتقدر تتحكم في كل حاجه حرفيا في الساعه، الوول بيبرز بتاعتها، كل مودز الرياضه، تتابع احصائياتك الطبيه نفسها بقى، نبضات قلبك والكلام ده كله. فالابلكيشن ده موجود اسمه وير برو، هو ده الابلكيشن يا جدعان، هنحمله كده بس. هينزل الابلكيشن وتكونكت الابلكيشن بالساعه بتاعتك وبس يا معلم، عيش عادي جدا كانها ساعه اوريجينال. وعلى فكره هيبقى في جيف اوي على ساعه من دول، كل عليك انك تجاوب على السؤال ده. دلوقتي انت عندك شكل النجمه ده هيظهر في الفيديو حوالي 12 مره، كل عليك انك تكتب لي كومنت تقول لي فيه ال 12 نجمه ظهروا في التوقيت كذا الثانيه كذا، يعني هتكتب لي كومنت كده تقول لي النجمه الاولى ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، النجمه الثانيه ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا كل النجوم. وبعد كام يوم من نزول الفيديو ده هختار واحد عشوائي من الكومنتات يكون مجاوب صح وعامل لايك للفيديو وعامل سبسكرايب، هيكسب ساعه من الساعات دي. وطبعا انت تتاكد من اجابتك، لان فعلا في ناس كتيره فاشله في الكومنتات بتكتب الاجابه غلط يا جدعان، والناس بتاخد كوبي من الكومنت بتاع اي حد وتحطه، في الاخر بيطلع كلكم جاوبين غلط، فخلي بالك من النقطه دي. المنتج الثاني اللي معانا هو الايربودز برو. خلينا بقى نفتح المنتج ده كده، لسه وصلني واتمنى تكون بس ايه يعني هي سليمه. اوكي ده اللي ظهر. سلام. طب والله يا جدعان يعني هي باكجينج زباله شويه بس قشطه شغال. اشحن المنتج ساعه قبل الاستخدام، انتبه. عارف ليه انتبه بصراحه؟ واشحنه ساعه كامله ليه قبل الاستخدام؟ بس طبعا دي الحاجات اللي هي الفيك طبعا لازم تبقى كده. طب اقول لكم على حاجه جامده قوي، انا معايا الابل ايربودز الاصليه، فخليني اجيبها برده ونقارن الاثنين ببعض. انا جبت الايربودز بتاعتي الاصليه، دول العلبتين يا جماعه حرفيا نسخه طبق الاصل، ومعايا الايربودز بتاعتي بس اشيلها من الجراب بتاعها كده برده. وخلينا نقيم الوضع هيبقى عامل ازاي. خلي الاصليه على جنب دلوقتي، نفتح كده ايه الفيك دي. مقلدين ابل في الحته دي، مع ان اصلا التقفيل بتاعها البرشام تعبان طبعا. بسم الله. ده مبدئيا يعني فاهم، هي منظر كده بس شبه بتاعه ابل، ولكن لما تشدها هي هتطلع لوحدها مش تفتح معاك السيل اصلا، فهنضطر نفتح السيل عادي جدا بالطريقه التقليديه، لان ده منتج مش اصلي بالمره. هقول لك سعر السماعه دي مفاجاه على فكره، سعر السماعه دي رخيص فشخ. اول حاجه
حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. ملمس العلب مختلف تماما، ولون العلبه تحس هنا مطبوعه طباعه زباله على العلبه الصوره دي، اما هنا تحسها اوريجينال اصلا وبارزه كده وبتاع 3 دي يعني. انما الدنيا هنا فاهم رخيصه جدا. تلاقي طبعا الكلام مختلف تماما، من ورا بتحاولوا يقلدوها بس طبعا الكتابه باينه مختلفه وملمس العلب نفسه مختلف. نفتح كده العلبه مع بعض. لازق المنتج جوه ولا ايه؟ اس اوكي. اول ما تفتح هتلاقي الاثنين مكتوب عليهم ديزاين باي ابل ان كاليفورنيا، بس طبعا دي في كاليفورنيا دي من كاليفورنيا، انما دي من كاليفورنيا. سيبك بقى ايه كاليفورنيا ايه. نفتح الاثنين مع بعض كده نشوف الورق، نحتين كل حاجه بالملي يعني. عارف ملمس الورق حتى والله مختلف. افتح مع بعض المنتج. ايه السماعه دي الاوريجينال يا معلم بتاعتي، ودي السماعه المضروبه اصلا حجميا كده الاثنين قد بعض. نفتح السيل بتاعها بسم الله، وها هي العروس. عايز اقول لك انها مبدئيا كده متخربشه من هنا، تحس في حد مستخدمها بس قشطه. نفتح السماعه كده. طب والله يا جدعان يعني ملمسها نفس الاوريجينال بالظبط يعني. انا لو حد جاب لي دي اقول لك دي سماعتي عادي فاهم، بس هي مستعمله يعني الامانه، في شعر عليها وفي حاجات وبتاع. شيء القرف ده يا جدعان، الله يخرب بيت ابوك. هي حجميا وملمسيا وكده نفس الاوريجينال بالظبط. فتحت بتاعتي برضو هتلاقي نفس الكلام، تحسها نفس هي نفس السماعه يعني. طيب هنجرب صوتها دلوقتي ونسمعها مع بعض. بس اتقل. تفتح من جوه كده هتلاقي برضو كابل الشحن. والله شكرا يا جماعه جايبين لي كابل شحن ايه لايتنج برضو التايب سي. الاير تابس من جوه والحاجات دي كلها والله كويس. هما نحتين العلبه بالملي بس طبعا مع فرق خامات فاهم. خلينا نشوف المنتج المضروب ده عامل ازاي. جيب الايفون بتاعي. لما اجي افتح كده يعني المفروض ان الاوريجينال هتظهر. اه ما تهزرش. لا 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 ما تهزرش والله يا جماعه. الايفون اتعرف عليها كانها ايربودز برو بجد يعني، بيقول لي دي مش الايربودز برو بتاعتك، هو قال انها ايربودز برو. دي حاجه في منتهى الخطوره، انا والله ما توقعت كده. انا اول مره افتحها قدامكم دلوقتي. فهقول له كونكت كده. اوف بيقول لي هولد باتن وبتاع، ده هو حاسس انها ايربودز برو. ابل مش كاشفه ان دي فيك. اوف ده عمل كونكت يا جدعان، وبيقول لي حتى الباتري بتاعتها وكده. سماعه محمد زي ايربودز برو يا جماعه مش ممكن. تعالوا نسمع كده نشوف الكلام بيقول ايه. هي ملمسها والله في الودن عادي، انا مش مقابل معاها مشكله. تعالى نسمع حاجه. مش عارف مش بيكونكت ليه، لان المفروض ان هو كونكتد عليها يعني. الله طب ما هو قريها هو يا جدعان عادي. دلوقتي كونكتد شغلناها. انا جوارديولا على شايف سامعين الاغنيه ولا لا؟ بس صوتها عالي قوي. فيها ان اير ديتكشن. اوف لا 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 مش طبيعيه دي جماعه. فيها ان اير ديتكشن، انا لما شلتها الاغاني وقفت. بص كده تاني اشتغلت. جامده جامده. سامعين الاغنيه ولا لا؟ اوف التاتش بتاعها كمان شغال. بص انا بفعص اهو كده. بس في حاجه بقى، ده انا عايز اقول لك على حاجه، ده هم مبدعين في حاجه يعني. عايز اقول لك هي شغاله بالتاتش مش بالفعص فاهم يعني. الايربودز برو الاصليه اصلا شغاله بالفعص، دي جينيريشن 1 زيها المفروض يبقى بنفس الطريقه، لكن هم عاملين دلوقتي التاتش شغاله بالتاتش زي الايربودز برو 2. جامد فشخ والله. مش شغاله تاتش، بص بلمس بس مش بفعص. عايز اشوف هل في نويز كانسليشن ولا لا. هدوس دوسه طويله كده ونشوف. لا ما عملش زي الاوريجينال كده لما بيقوم عامل نويز كانسليشن او حاجه. يا يعني ايه جت على دي يا جدعان؟ انت عملت كل حاجه مش عارفين تعملوا نويز كانسليشن. ايه ده؟ استنى كده بس في الموبايل ممكن العب فيها. استنى جرب. هو عمل الصوت بتاع الايربودز برو، عامل في انت اللي هو لو حد معاه ايربودز هيفهمني يعني، بيعمل صوت كده معين بتاع النويز كانسليشن، ولكن ما عملش نويز كانسليشن، هو نفس الحاجه بقى، هو عامل بس الساوند افكت بتاعها انت فاهم. بس يا جدعان بجد صوتها حلو قوي يعني، صوتها عالي. ولكن للامانه هو مش بقى الصوت النقي للبيس بقى ومش عارف ايه والتريبل ومش، لا خالص يعني، هو صوت سماعه عاديه. انا جوارديولا. طيب انا هجرب حاجه يا جدعان بجد، انا عايز اسمع السماعه بتاعتي اشوف ايه الفرق. طيب هنجرب. اوف بص طبعا انا عندي هنا بقى نويز كانسليشن وبتاع، في حاجات جامده الصراحه اقوى يعني، ولكن عايز اقول حاجه في منتهى الخطوره يا جماعه، الصوت قريب فشخ من بعضه. مش عايز اقول ان هو نفس الصوت، طبعا اكيد مش نفس الصوت، ولكن يعني انا مش حاسس الفرق اللي يخليني ادفع 4-5000 جنيه زياده فاهم؟ يا جماعه بجد السماعه دي تستاهل فلوسها فشخ اقسم بالله. سعرها كام؟ عايز اقول لك هي سعرها تقريبا 10 دولار فاهم؟ اللي هو تقريبا 300 جنيه 350 جنيه 400 جنيه في الحدود دي يعني، والبيع بتاعها الصراحه انا جايبه من امازون. عايز اقول لك البيع نصاب يعني، انا بقول لك اهو بيغلي سعرها كل شويه ويرخصوا على حسب المود بتاعه. فيصحى الصبح انا عايز اغلي سعرها فيخليها ب 500 جنيه، ينام بالليل يقول لك ايه لا ده ما عليهاش طلب طب انا هخليها ب 400 جنيه وهكذا بقى فاهم. فهو عمال يلعب. خش تشيك كده اللينك الموجود تحت الديسكربشن ده كل فتره فاهم، لان هو بجد بيغليها على الفاضي وبعدين فجاه بينزل تاني في سعرها. خلي بالك من النقطه دي قلت اقول لك عليها يعني. نفس الحجم بالملي. السماعه دي انا شايف انها تستحق كل جنيه هتدفعه فيها والله العظيم. فكك بقى من اللي يقول لك اصل بقى ده مضروبه ومش عارف ايه. بقول لك ايه اللي يقول لك دي مضروبه قول له ده ب 400 جنيه. بس طبعا خلينا للامانه
اكيد اكيد يعني هيبقى في مشكله في بطاريه المنتج ده، يعني اكيد يعني مش هتطول معاك زي الايربودز الاصليه يعني. دي حاجه 100% انا مقتنع بيها، فهي دي ممكن تكون نقطه ضعفها اظن البطاريه بتاعتها وسرعه الشحن وهكذا. غير كده انا مقتنع بيها تماما. الايفون نفسه شافها انها ايربودز برو عاديه جدا. كده احنا معانا الساعه، بجد منتج يستاهل جدا سعره، ومعانا برده الايربودز برو. اخر حاجه طبعا ممكن نتكلم عنها هو الايفون الفيك. طبعا ده الايفون 13 برو ماكس الفيك، وبعديه جبنا ال 14 برو ماكس الفيك، ولكن كده بنعمل له بقى تجربه كده هتشوفوا لها فيديو بعدين. يعني الموبايلات الفيك دي بقى بصراحه دي اكتر حاجه لا تستاهل سعرها. انا بقول لك بقى بص الفيديو اللي احنا كنا عملناه قبل كده للايفون الفيك ده، ده اللينك بتاعه فوق في الاي، هسيبه لك تحت في الديسكربشن برده، ممكن تخش انت على القناه تشوف. الموبايلات دي بجد هلك فلوس على الفاضي، يعني سعرها دلوقتي وصل. انا عايز اقول لك انت عايز اشتري ايفون جديد على فكره فيك، وهعمل لكم عليه فيديو برده تاني ان نزل منه نسخه جديده تمام. اه بيجددوا وبيعملوا حاجات زي كده. المهم يعني اللي نزل المنتج ده عارف مخليين سعره بكام؟ ال14 برو ماكس وصل سعره ب 7000 جنيه مصري. 7000 جنيه يعني 200 دولار تقريبا، ده رقم كبير فشخ يا جدعان. انت بتبيع لي الهوا ب 7000 جنيه اقسم بالله حرفيا. موبايل ما فيهوش اي ميزه، ما بيفتحش يوتيوب كويس، ما بيشتغلش على يوتيوب كويس، ما بيحملش اغلب الابلكيشنز بابجي الحاجات دي كلها ما بتشتغلش عليه. فعشان كده الموبايل لا يستحق ولا جنيه في سعره. عندي انك تروح تجيب موبايل اندرويد عادي جدا بقى، فئه اقتصاديه فئه متوسطه، اي حاجه ب 4 5 6000 جنيه حتى والله هتادي عنه، تحمل بابجي عليها. انما الموبايل ده ولا بتحمل عليه بابجي ولا حتى هو امان لمعلوماتك وبياناتك وهكذا. فده مش ايفون، ما تشتريش الموبايل المنتج ده. غير كده لو عايز تجيبه والله الواتش الترا دي انا انصحك بيها جدا يا جدعان، خامه بريميوم جدا هتستحق كل جنيه في سعرها، والشياكه الصراحه في الخروجات وبتاع، معاه 2 سترابس في العلبه. ونفس الكلام برده الايربودز برو. انا عايز اقول ان انا دلوقتي مش عارف هي انهي الفيك وانهي الاوريجينال، يعني انا حطيتهم كده مش عارف اصلا انهي الفيك والاوريجينال، بس قشطه يعني نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. انا كنت ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو كان خفيف كده ولذيذ عليكم واستفدتم منه جدا. لينكات كل المنتجات دي موجوده تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا لو عايز تشتري اي منتج منهم. وزي ما قلت لك اتاكد دايما من الاسعار وهكذا عشان الاسعار بتتغير على حسب مود التجار. طبعا ما تنساش الجيف اواي في فيديو النهارده، في جيف اواي على ساعه اللي هي اللي احنا معانا النهارده دي، الساعه دي هتكون هديه لواحد منكم، فما تنساش تشارك في الجيف اواي. وبس كده يا جماعه، كنت بقول لايك شير سبسكرايب كبير، ولكن اخر فيديو جديد.